اهلا وسهلا ومرحبا معكم طارق والمنذر التوأم العماني مؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم زارين درب الساعي، صراحة ما شاء الله هذه المرة نسخة مختلفة جميلة جدا بكل التفاصيل. أنا اللي عجبني في هذا المكان أنه يعكس عن الثقافة القطرية في مكان واحد، أكثر من 190 فعالية تستمتع فيها مع الأطفال مع الأهالي، وأحيي قطر لأنها تدعم المشاريع القطرية، لأن هذا الشيء يعني اكتشفت أنه ليس له مردود مادي، كلها فرحة للشعب تقام من أجل العيد الوطني، من أجل أحييهم على هذا الشيء ونتمنى لهم كل التوفيق ومن تقدم إلى تقدم بإذن الله. بارك الله فيكم.